قي الكاهن العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. وسلم حلقية السفر لشافان فقرأه. وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا. وقرأه شافان أمام الملك. وأمر الملك حلقية الكاهن وأخيقام ابن شافان وعكبور ابن ميخا وشافان الكاتب وعسايا عبد الملك قائلا: فذهب حلقية الكاهن وأخيقام وعكبور وشفان وعسايا إلى خلدة النبية امرأة شلومة ابن تقوة ابن حرحصة حارس الثياب، وهي ساكنة في أورشليم في القسم الثاني، وكلموها. هكذا قال الرب: ها أنا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه. كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا. وأما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب فهكذا تقولون له: هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت. لذلك هأنذا أضمك إلى آبائك فتضم إلى قبرك بسلام، ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. فردوا على الملك جوابا. آمين آمين. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك نمجدك نعظمك لأجل هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب نشكرك نشكرك نمجدك. تكلم إلينا رب، فنحن عبيدك سامعين. أي من أتى إليك يا رب، حتى الأطفال اللي مش فاهمين كتير عنك لسه صغيرين، وتلاميذك كشفوا فيهم. عشان ايه شغل أطفال النهاردة؟ المسيح مشغول. انت انتهرت تلاميذك يا رب، قلت لهم دعوا الأولاد يأتون إلي، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. احنا جايين لك يا رب،
عايزين نسمع رسالة منك وتفسير منك. ونشكرك انك علمتنا ان احنا نقبل ملكوت الله كولد. فخلينا نسمع كلامك زي ما الولد يسمع لابوه. ومثل فطيم نحو امه مشتاقين نعرف ارادتك في حياتنا. ليه؟ لاننا نحبك حب الفطيم لامه. شكرا يا رب، اعطنا رساله لاجل خلاص نفوسنا. ولاسمك نهدي كل كرامه ومجد الابد، امين. آمين. شكرا للرب، شكرا للرب، شكرا للرب. خدنا المرة اللي فاتت لغاية عدد 14 لما بعت يوشيا ناس مقربين لي جدا في القصر الملكي اللي هم في عدد 14 يقول حلقية الكاهن وأخي قام وعكبور وشافان وعسايا إلى خلدة النبي. وهنا نلاحظ في فرق بين كاهن ونبي. الكاهن مش نبي ولا النبي كاهن. يقول إيه؟ فذهب حلقيا الكاهن، ده مش نبي، هو كاهن، وأخيقام وعكبور وشفاي وعسايا إلى خلدة النبي. دي نبية، ما فيش كهنوت نسائي زمان خالص، كان الكهن الرجال فقط. ده كان في العهد القديم. نتنبأ، تقول رسائل اللي جيلها. لكن العهد الجديد النظام اتغير، النظام اتغير في كلمة الله، بس مش كتير قابلين كلمة الله زي ما هي. فالنظام اتغير، بقوا مين الكهنة؟ بالجمع كده جعلنا ايه؟ ملوكا وكهنة. مين دول؟ المؤمنين، الكنيسة. فاسمه ملوك، كل الكنيسة ملوك. ليه؟ لأن هم من الملكة التي حينما تنتهي الأيام هتجلس عن يمين الملك، وهم كلهم كهنة، لأن الكاهن وظيفته أن يقرب بخور عن الشعب ويعلم الشعب ويصل الشعب بالله، ودي شغلة المؤمنين في الكنيسة. طب والأنبياء؟ الأنبياء هي عبارة عن اختيار من بين المؤمنين، إنه من يتنبأ يكلم الناس بوعظ وبنيان وتشجيع، تسليع يعني تشجيع، يعني هم بيتكلموا معلمين، دول أنبياء. لكن للأسف مش كل الطائف بتؤمن بهذا، فالطائف التقليدية ما زالت ماشية بنظام العهد القديم، إن في كهنة ودول اللي وصلوني لربنا ودول اللي تشفعوا لي لربنا. هم رأيهم كده، يعني هم ده رأيهم، نظامهم التقليدي بتاعهم قال لهم كده. ومين بقى الأنبياء؟ دول درجة تانية، لم يوجدوا إلا في القرن الحديث خالص، اللي هم أقاموا بعد ما الإنجيل اتنشر. الطوائف التقليدية كان الإنجيل مش موجود عندها لمدة كبيرة قوي، موجود باللغة الأصلية، ما حدش يقدر يفهمه غير بس الكهنة خلاص. لكن لما الإنجيل اترجم، ده في أوروبا، كان افتكر في القرن 14 و 15، في مصر اترجم في القرن 18،
ولما الإنجيل اترجم صارت ناس بتفهم في الإنجيل، فدول سموهم معلمين. كان زمان المعلم بتاع الكنيسة هو اللي بيدق الناقوس وغالبا بيكون أعمى، لكن دلوقتي في معلمين اللي هم بيعرفوا يوعظوا، وفعلا منهم ناس حلو قوي يعني بتعظ وعظ ممتاز جدا. فاحنا بنقول كده عشان نعرف الفرق، ازاي كاهن رايح يكلم نبي، ده غير ده خالص. الكاهن مجرد بيعمل طقوس معينة يصل الإنسان بالله، يقدم البخور، يقدم الذبايح، دي شغلته. لو تشال الكاهن يبقى مفيش عبادة في العهد القديم خالص، لأن الكاهن هو مصدر العبادة، اختاره ربنا من سبط لاوي، من سبط معين. والنبي ده اختارها ربنا، ما قالوش ما لهاش نظام في مئي من سبط ولا أي حاجة، اختار هو خالدة، مش كده؟ خالدة النبي امرأة شلوم ابن تقوى ابن حرحص حارس السياب. في سؤال احنا قلنا المرة اللي فاتت، لكن هو يعني يبدو محير الكثير من اللي بيقروا الكتاب يفسروه، هو ليه ما بعتش الإرمية؟ لأن إرمية قعد يتنبأ في أيام يوشية. إرمية جات للنبوة أولا في السنة 13 من ملك يوشية، ويوشية قعد ملكه كام يا ربي؟ 31 سنة، يعني 13 يبقى 23 يبقى حوالي كام؟ 18 سنة كان موجود إرمية وكمل بعد كده. ليه ما بعتلوش؟ لا إرمية في عنسوس، إرمية ما كانش يروح أورشليم كتير إلا لو عايز يوبخ الشعب يعني. فأولا إرمية في ودى بلد وعنسوس وخدمته أغلبها هناك، وثانيا لأنه دي سيتي دي في أورشليم، وغالبا إنها تبقى مرات عمه زي ما قلنا المرة اللي فاتت. وكمان ربنا عايز يقول لنا حاجة، يقول لنا لو ما كانش يوشية بعت لخالدة ما كنا سمعنا عنها خالص، لأن دي المرة الوحيدة اللي ذكرت كده مقدس. لكن في ناس كتير ما سمعناش عنهم، وحيكونوا من ضمن نجوم السماء في السماء. الذين ردوا كثيرين كالبر يضيئون كضياء الجلد، والتاني كنجوم السماء الذين يفهمون كضياء الجلد، والنجوم والذين ردوا كثير البر كنجوم السماء هناك. مش بس الأنبياء اللي مذكورين في الكتاب المقدس، في أنبياء كتير تاني. عشان كده ما فيش حد يقدر يحصر كام نبي في العهد القديم، ما تحصروش. كله في أي كتاب تقرأ لك أكتر من 40، أكتر بكام؟ ممكن 50 60 70 100، ما نعرفش. نشكر رب، نشكر رب، كتار خالص. طيب خدنا إحنا لغاية لما راحوا ليه هناك. النهاردة بعدد 15، فقالت لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل، قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي. خالدة ده جلالة الملك، إيه الراجل دي؟ دي يمكن بالنسبة لنا احنا هنا اداب، يعني ايه ده جلالة الملك؟ لكن هي كلمة الرجل دي الحقيقة كلمة مميزة جدا. ما قامش راجل في اسرائيل قد يوشية، فكلمة رجل يعني رجل. قولوا للرجل الذي ارسلكم الي. الثاني بعديه هو حزقية. الفرق بين يوشية وحزقية فرق كبير جدا خالص، وللأسف أراد الرب أن يعمل لنا مقارنة بينهم في الأصحاح ده بغير ما يجيب اسم حزقية خالص، لكن نكتشف نفسنا مضطرين نشوف فرق كبير
بين يوشيا وحزقية، فهي هو رجل وفعلا رجل وهي سمته رجل. قولوا للرجل، ما هو طبعا ما هو كلامها كلام الرب، فكلامها كلام الرب، لان مش مقصود بها اي شيء في اهانه ما خالص مطلقا، بالعكس في لقب رجولي. وعندنا في العهد الجديد في ايه بتقول ايه، مين فاكرها؟ كونوا رجالا. عارفاه وجدها ولا قريب جوزها كان حارس ثياب، أبوه ولا جده كان حارس ثياب الملك، يعني ده الناس غالبا الحارس بيسلم البعدين اللي بعديه، فهي عارفة يوشيا. لكن قولوا للرجل ليه؟ لأن هو لقب رجل، وأحسن لقب لأي حد فينا سواء رجل ولا ست أن يكون راجل أمام الله. طلبت رجلا من بينهم لم أجد، ليقف في الثغرة. الرجل في الإيمان هو اللي بالضبط عارف ربنا عايز منه إيه وبينفذه بالضبط، وده يشيع الحقيقة، ده الرجل في الإيمان. قولوا للرجل، ومين تاني كان ما اسمه رجل برضو، حد يفتكر؟ ده المسيح طبعا. المسيح ده رجل، ده رأس الرجال. مين يطلق عليه اسم رجل؟ يوسف. اخوات على الرجل، الراجل هناك مش هيقبل الا لازم ايه يجي بنيامين معاه، الرجل. فبقى الرجل حكايه عند يعقوب، الرجل ده بقى نكد عليه يعني، طلع الرجل في الاخر ده طلع يوسف. المهم نتقدم في دراستنا. هكذا قال الرب، قولوا الرجل اذا ارسلكم اليه، هكذا قال الرب، ها انا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا. دي الإجابة المباشرة للسؤال اللي هو سأله. إيه السؤال اللي هو سأله؟ اذهبوا عدد 13، اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. فراح بعث الناس دي، راحوا لها، قولوا للرجل الذي أرسلكم إليه، هكذا قال رب، ها أنا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه. إيه الشر ذا؟ كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا، كله حيجي. يبقى الرسالة فشلت خلاص. وبعت له عشان إيه؟ بعت له عشان أنا في أمل. طب نعمل حاجة، نعمل صوم مثلا، يعني إيه اللي نعمله عشان مش عايزين يحصل لنا الكلام ده؟ قلت له هيحصل. العدد الثاني بتتكلم عن ليه ده هيحصل، وده الحقيقة ربنا ما بيسيبش واحد مش فاهم متحير، خصوصا أولاده يعني الايه المقتربين إليه. فقال لها من أجل، ربنا قال لها وهي قالت له يوشي، من أجل أنهم تركوني، طبعا كلام الرب، تركوني الرب اللي بيتكلم، مش تركوه يعني مش كلام خالدة، ده كلام الرب، من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم فيشتعلوا غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. وفي الكتاب المقدس كله نكتشف أن هذا أشر ما يغيظ الرب، تركوني أنا
ينبوع الماء الحي، وحفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضب الماء. أيتها السماوات اقشعري، ابهتي جدا. شعب يعمل الحكاية دي إزاي؟ حاجة تجنن يعني. فالحقيقة يعني الكلام هنا مش بس للأشرار، لكن برضه يلمس المؤمنين. ما تركوني يعني كانوا معايا، تركوني دماس صح. ففي ما ممكن واحد يعني لا سمح الله يعني يكون ماشي مع ربنا عدل وتعوق، دي حاجة تغيظ ربنا جدا. أي يعني بدل ما كان بيشرب مع الرب ومن الرب بقاله سنة واثنين وثلاثة، العالم غواه، حاجة تضايق ربنا جدا. وربنا لما يضايق ما يأكلش في نفسه، احنا ناكل في نفسنا ما عندناش قدرة نعمل حاجة، لكن ربنا ما بيأكلش في نفسه يعني نفسه ما بتتكلش صحيحة للآخر. ما اللي بيعمل ايه؟ بيعالج الموضوع، والعلاج بتاعه ربما يكون أقسى مما يتخيل الإنسان. وده هنا كان أقسى مما يتخيل يوشي. صحيح أبوه مأمون وجده ناس يعني خربانين، لكن هو جد أبوه كويس حزقي، في شوية أمل في بني إسرائيل، متأسف قصدي في يهوذا، مش زي إسرائيل. إسرائيل ما فيهمش أمل خالص وخلاص، تشتتوا وترموا بعيد وخلاص، هنترمي زيهم؟ ايوه هيحصل كده فعلا. ما عرفش، كان درس الكتاب وعرف ان ده سبب، ده جده منسى جايز، ده كان عارف كده. لكن في قلب يوشيا، طب امال، طب الاصلاح ده ربنا ما يقبلوش اللي حصل، اللي احنا عملناه في اورشليم ويهوذا كلها والتنظيف وشلنا. فالست تماما أعلنت إرادة الله. بالضبط بالضبط. وكلمة لا ينطفئ يعني لابد أن الاشتعال يأتي بالغرض بتاعه. الاشتعال أي إتمام العقاب، مفيش طريقة لوقف العقاب. ودي حاجة عجيبة في طبيعة ربنا، لكن هو ربنا لازم كده. ليه؟ لأن ربنا لا يقدر أن يرى شر، وهو عادل جدا، بحيث الشر كل شر ليه كيفية في العقاب. فالحينما يزداد الشر بحيث يبقى الإفناء، لابد من الإفناء. دي مش أول مرة تحصل. تمام يا شيخ عادل. وأول اتفضل هي. وأول حاجة صار فيها إفناء، مين يفتكر إمتى؟ ده في الآفة، في طوفان قبل اختيار الشعب. لكن بعد اختيار الشعب متى فني الشعب قبل ذلك؟ في البرية. بعد الطوفان. لكن الشعب مش دي أول مرة يفنى. في البرية ماتوا 600,000 بني آدم، 600,000 بالضبط، نشيل منهم اثنين يشوع وكالب يفن. ليه؟ لأنه الفجور. والحقيقة قال الرب عن أورشليم: يا أورشليم يا أورشليم، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الجيجة فراقة تحت جناحية ولم تريد. هو زي إيه؟ خرب ولا مخربش؟ خرب. وهنا في آية احنا نراها دلوقتي، الله كان الشر أكثر مما يحتمله الله. تصوروا
اللي هو طويل الروح كثير الرأفة. فإن كان هذا بالنسبة للأشرار، كم وكم لنا في العهد الجديد اللي أنعم علينا بنعمة غنية جدا، ما نستهونش بالشر. الشر لابد أن يجازى، وحينما يصل شر الإنسان إلى الإهلاك، الإهلاك سيحدث. شر يميت الشرير. المؤمن الناصح هو اللي يلزق في ربنا أكتر كل يوم، ويمسك فيه بيديه وسنانه، مش خوف لكن حب للرب. الخوف عند ربنا ربنا بتتخاف مني؟ حد يخاف من أبوه؟ يخاف منه ازاي؟ نشوف احنا نيثن والنزيه بيتغزلوا بعض ازاي. نيثن مش خايف من النزيه. نعم؟ يحبه. كم احنا كبشر، كان الاجبال كده، كم احنا كبشر ينبغي ان كما بنحب، طبعا محدش فاكر لما كان صغير كان بيحب ابوه، لكن كلنا كنا بنحب ابانا وامات، هكذا كم وكم ينبغي ان احب الله اللي رعاني، الراعي الصالح اللي اسلم نفسه لاجل الموت. للاسف ان في لحظه اسمها زمان افتقاد بينتهي عند نقطه، ولا بد من تاديب المؤمن، تاديب قاسي او اهلاك الخاطئ. فهنا اللي حصل انه اشتعال الغضب ولا ينطفئ، مش هينطفئ الغضب الا لما احرقها، وحرقها. واما ملك يهوذا، هو طبعا هو ده منتظر كده، ايوه ملك يهوذا في كل الاصلاح اللي عمله، كل العجب اللي عمله، خلاص بقى عشان خاطرنا، لا ما ينفع، ما فيهاش خاطر، ما فيهاش خاطر. وعندنا آية في الكتاب المقدس رهيبة جدا، بيجيب الرب ثلاث أبرار بالنسبة له فزين يعني في البر، حسب ذاكرتي هما دانيال ونوح. نعم جايز مرة فاكر، مرة تاني جاب دانيال ونوح ورجل الآلام ده اسمه ايه؟ لا اللي بسفر مكتوب اسمه ايوب، يقول لو دول قدامي والشر وصل بأورشليم بالدرجة دي، سواء المرة دي المرة بتاعت حزقيال المرة دي، تأديد ثلاثة غير دول، لو دول الثلاثة قدامي لا يخلصون لا رجل ولا امرأة ولا بنت ولا واد إلا أنفسهم بس. زي بالضبط هنا، مش هيخلص إلا مين؟ إلا زوسايا أو يوشيا. قولوا للرجل اللي بعتكم إن خراب خلاص جاي، وأما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب فهكذا تقولون له. الملك يهوذا هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت. إحنا هنقرأ دلوقتي من العهد القديم، غالبا هم قروا له من فين، هنيجي شوية شوية كده. من أجل أنه قد رق قلبك، يعني لو ما رقش قلبك كنت معهم. طبعا ما يقدرش قلب يوشيا ما يرقش، ده رقيق قوي، رقيق قوي. ابنه ما رقش، ابنه يهويقام قطع الكتاب ده، ما نفس الكتاب هو مكتوب بكذا نسخة منه، كل شوية يكتبه ورمى في الكانون، حرقه وانبسط. فيش دوش الدماغ يا شيخ، عيش بقى براحتك، يا الله اتحرق الكتاب. طبعا هو مش داريان باللي هيحصله، بس جات للنبوة عن فم إرميا بعديه، قالوا يحصل لك كذا، مش هتدفن جثتك وهتقعد برد للبرد شتء في الليل والحر في النهار، ومحدش هيدفن خالص، وتتسحل كمان زي الكلاب.
من أجل أن رق قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع وعلى سكانه أنهم يصلون دهشا. دهشا يعني حاجة دهشة. إيه ده زي مثلا الواحد ما شافش الأهرام، ده هنا واحد ما شافش مزبلة حقيرة. إيه ده؟ بلة تتحرق كده؟ اتحرقت؟ فين الهيكل؟ اتحرق؟ فين بيوت أورشليم؟ اتحرقت؟ فين جمال أورشليم؟ اتحرق؟ دهشا ولعنة. ايه لعنة يعني؟ يا أخي يلعنك الرب زي ما لعن أورشليم. تبقى مثل في اللعنة لما حد عزيز عن واحد تاني، بأكبر مثل للعنة أورشليم أو الهيكل. وانت يا يوشي ومزقت ثيابك وبكيت امامي قد سمعت انا ايضا يقول الرب. انا متهيألي يوشي سمع الكلمه دي قال لك يبقى الفرج يا واد، اكيد حيسامح اورشليم. لا ما سامحهاش. جاي دلوقتي. قد سمعت انا ايضا يقول الرب ايه؟ لذلك أنا أضمك إلى آبائك فتضم إلى قبرك بسلام. أنا مش عايز كده بس. الحرب دي مش مشكلة، لكن يعني انضم بسلام. يعني بعد يوشيا مين من الملوك انضم بسلام؟ مفيش. هو الحرب ده يعني حصل إنه من لم يسمع من لفهم الرب من فرعون غلطة منه تجاسر فيها بدون أي لازمة، مات بدون أي لازمة خالص ولا أي داعي. يعني تصرف غريب جدا من يوشيا خالص يعني، فمات فيها. والعجيب أن الحرب دي لما راح هو يحارب بيته حربي، لأنه راح يحارب بيت حربي، طلع بيت حربه ده اللي هو نبوخذ نصر، ونبوخذ نصر بهدل فرعون. اسمه وقتها كان اسمه ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ نخوة. بهدله. دي موجودة في إرمية، في نبوة إرمية على فرعون ده لما راح هناك واتبهدل. امتى جات النبوة دي؟ لما بتوع قادة الجيوش رجعوا لمصر، قال لهم فرعون هيرجع عليكم يبهدلكم انتوا كمان، قصدي نبوخذ نصر هيرجع عليكم بعد ما كسر نخو هيبهدلكم. ليه؟ لأن نخو كان نفس التوقيت يعني، يوشيا هنا ونخو طلع الحرب عدل في 11 سنة بتاعت يهوياقيم. المهم يعني فرجع نبوخذ نصر بعد ما كسر فرعون هناك وبهدلت مصر، كسر له كان بلد ورجع، راح مكسر مصر خالص ومكسر فيها الناس اللي رجعوا من أرض يهوذا عشان يحتموا بمصر. طبعا ما لا ما لم يفعل شيئا في أورشليم إلا بعد موت يوشيا بحوالي 25 سنة. يعني 25 سنة كده الأرض بيمتحنها بيمتحنها بيمتحنها، وارمية معهم على طول وشغال لعلهم يسمعوا يسمعوا يسمعوا، فيش فايدة. فراح خربة خالص. لذلك أنا أضمك إلى آبائك فتضم إلى قبرك بسلام، ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. وعندنا آية من وجه الشر يضم مين؟ الصديق. ولو سمعنا كده على كم صديق ورا بعض ماتوا نعرف الشر جاي. يبقى ربنا رحمهم، بس احنا علينا الويل، احنا قاعدين في وجه الشر علينا جزء من الألم عشان نتنقى أكتر يعني. فردوا على الملك جوابا. هنا هناخد شوية شواهد. أول شاهد، إيه هي النبوات اللي مذكورة في سفر الشريعة اللي قرأت أمام يوشيا؟ في كذا هنا جزء من سفر الشريعة. مثلا
في 29 تسنية 29 من 25 لسبعة وعشرين. السفر اللي هو سفر الشريعة ده اللي هو موجود كان في الهيكل اللي هو الأسفار الخمسة الأولى غالبا من الكتاب المقدس. فنقرأ في تسنية 29 تسنية 29 وبعدين عندنا مفاجأة تانية هنقولها في آخر الاجتماع. تسنية 29 عشان نعرف إنه محدش فينا كامل خالص. تفضل يا شيخ عادل. أيوه. ده بداية العهد. ده بداية نقرأ 25 لسبعة وعشرين اللي هو الكلام اللي خاص بغضب ربنا. نفس الأصحاح. أو نقرأ من 24. حمو هذا الغضب العظيم. تفضل. ويقولون لأنهم تركوا عهد الرب إلى أبائهم الذي قطعه معهم حين أخرجهم من أرض مصر وذهبوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها آلهة لم يعرفوها ولا قسمت لهم فاشتعل غضب الرب على تلك الأرض حتى جلب عليها كل اللعنات المكتوبة في هذا السفر. آمين. فده الكلام ده سمعه يوشيا، وطبعا سمع قبله العهد. العهد جميل جدا، العهد مبارك، العهد ده اللي خلى إسرائيل باقية إلى أيام يوشيا والأكيد هتبقى بعدين. فده كان انزعاج يوشيا، ليه الشعب عمل كده؟ العهد ما أجمله، أكون لكم إلها تكونوا لي بنين وبنات. في تسنية 31 ده بعديها بصفحة من 10 ل 13. أرى لكم أنا دي في الميكروفون عشان حد يعني بيسمعنا يتابع معنا. أرى معنا 9. وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل، وأمرهم موسى قائلا في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة الإبراء في عيد المظال حينما يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب إلهك، بيكلم موسى يقول الرب إلهك يعني إله موسى يعني، في المكان الذي يختاره تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعهم، اجمع الشعب الرجال والنساء والأطفال والغريب الذي في أبوابك لكي يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إلهكم كل الأيام التي تحيون فيها على الأرض التي أنتم عابرين الأردن إليها لكي تمتلكوها. ده ما حصلش ولا مرة بعد ما تكتب، بس تكتب وخلاص.
عشان كده يوشيا لما سمع الكلام ده في سفر الشريعة عرف ان اللي هو عمله ده مش كل حاجة. التطهير اللي عمله أورشليم مش كل حاجة. وهنكتشف من الأصحاح الجاي، احنا مش هنوصل له النهاردة، هنكتشف من الأصحاح الجاي ان اللي عمله يوشيا بعد ذلك لتطهير أورشليم 100 ضعف اللي عمله الأولاني. احنا قلنا ايه العظمة دي؟ ده طلع ورق كتير قوي يوشيا. عرفت من فين؟ لما قرأ سفر الشريعة. وهنا الأمر، سفر الشريعة يتقري مرة كل 7 سنين، ما تقراش حتى مرة كل 7 سنين، 3 مرات في السنة يصعدوا في عيد المظال واحد منهم، والفصح والأسابيع يصعدوا. لكن الشريعة، لأنه طبعا بيتقري سفر الشريعة ده ياخد له يوم يتقري يعني، فمرة كل 7 سنين ما حدش أرى، ويمكن لو أروح يمشوا الناس يسيب القراية. طب العهد الجديد يا ترى الواحد بيسيب القراية يعني كم يوم كده ما يقراش؟ زمان داود قال وجد كلامك فعملت فيه ايه؟ شوف الكلام، شوف الناس اللي فاهمة. هو في أكل إلا كلام ربنا؟ في شبع إلا كلام ربنا؟ في تلذذ إلا بكلام ربنا؟ ده لذيذ جدا. صار لي بهجة قلب وفاجر حاجة ثانية كمان مش فاكر، يعني فرح القلب جدا كلام الله. وبعدين هناخد إرميا 26:6 و44:22 اللي فيها كلمة لم يحتمل الرب. إرميا 26:6 دي في نفس الوقت تقريبا، أو نفس الموضوع اللي بتاع هلاك أورشليم. إرميا 26:6 26:6 بيقول أجعل هذا البيت كشيلوه بعد كلامك دولت، وهذه المدينة أجعلها لعنة لكل شعوب الأرض. بالظبط زي اللي قالته خالدة النبية إلى، بعتت الرسالة إلى يوشيا الملك. أكبر شيء خطير في العالم الشر يحرك قلب الله للانتقام لفاعل الشر، وأجمل شيء لذيذ في الوجود معرفة الرب، تجعل قلب الإنسان يمتلئ بالراحة والمحبة والسلام والعز الإلهي. آخر حاجة إرمي 44:22 بيقول هناك للكتاب شفتوا كلمة لم يحتمل دي؟ ولم يحتمل، ولم مش بس لم يحتمل، ولم يستطع الرب أن يحتمل بعد، خلاص مفيش. بالضبط
ليه؟ لأن طبيعة الله لابد أن تتم. طبيعة الله الرحمة، حينما يزداد شر الشعب الرحمة تتفاعل مع العدل، اضرب الرحمة نفسها كده اضرب، يبقى لا رحمة للشعب. طبيعة الله لا يقهر، ما يضحكش عليه، لا يخدع، صادق أمين، كاشف القلوب، مختبر الكلى. مين كان يتصور في العهد القديم؟ لو أرينا ببساطة كده في سفر العدد، بس سفر العدد، سفر الرؤية، مين كان يتخيل أن بلعام ده نبي كذاب؟ ده في منتهى الإخلاص، ولا الكلمة ضد ربنا خالص. ده بالعكس أكتر نبوات العهد القديم عن المسيح في ذلك لغاية الوقت ده، يعني طبعا بعد كده إشاعية وغيره وغيره نتكلم كل حاجة، لكن لغاية ذلك الوقت اللي تكلموا بلعام ما قالوش موسى عن المسيح، أراه وليس وليس الآن يبزغ كوكب من يعقوب، إيه ده ده ده، كلام عن المسيح. مين يقول بلعام ده كذاب؟ مين يقول بلعام ده عراف؟ ده واجل راجل من أنبياء الرب، ولم يتكلم إلا قاله له الرب، بقى مش عارف يعمل إيه، مش قادر يفلت من ربنا إزاي؟ طلع بلعام في الآخر عراف واتقتل. مع ان الههم الحقيقه لا غفور ولا رحيم، لكن هم بيقولوا لا غفور رحيم، ما اعرفش اجيبهم فين. البدايه بتاعت الاصحاح اللي جاي للتقديم ليها، بس هقراها بس مش هقرا العدد الاول بس مش هنفسر فيه، لكن ده يورينا كيف ان يوشيا مع كل اللي عمله طلع ما عملش حاجة تذكر في اللي موجود فعلا بعد ما خلص كل العمل ده. طب نقراها ليه الكلام ده؟ ده مهم جدا. ايه المهم فيها؟ احنا كنا من ارمي 22 23، لا مش ارمي، احنا نقرا ملوك الثاني، ملوك الثاني 22 يبقى 23. لأن هناخد منها درس مهم جدا لحياة كل واحد فينا. ملوك الثاني 23 العدد الأول اللي احنا مش نعمة الله هندرسه المرة الجاية. متأسف لأنه مش 23، أيوة بس مش الأول ده، ممكن كم عدد كده. وأرسل الملك فجمع إليه كل شيوخ يهوذا أورشليم، وصعد الملك إلى بيت الرب وجمع رجال يهوذا كل سكان أورشليم، أرى على أذانهم سفر الشريعة، لأنه اكتشف من بيقرأ سفر التثنية ده لازم يتقري، فأرى كله على أذانهم. وبعدين ابتدى بقى من قرايته لسفر الشريعة ياخد عهد مع الشعب بالإصلاح. إيه الإصلاح ده يا يوشيا؟ إيه الإصلاح ده؟ بص معاي للتذكرة بس، في عدد 4 في الآخر أو نرى بالأول، وأمر الرب حلقية الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب. إيه هو لسه كان فيه؟ أيوه كان فيه. ليه؟ ما خلاص طهرنا بقى. ما طهرتش يا إرمي، يا سوري يا يوشي، جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أجناد السماء. إيه ده؟ كل ده كان قاعد؟ أيوه كان قاعد. إحنا قلنا أن خلصت كل حاجة، لا ما فيش حاجة بتخلص، الشر شغال على طول. طلعنا شوية منها بس، حرقها، حرقها خارج أورشليم. عدد 5، ولا شا كهنة الأصنام. هم كانوا موجودين؟ أيوه موجودين. ما اللي عملت إيه الأول؟ عملنا اللي قدرنا عليه، بدينا نشتغل، ده لسه فاضل كتير. وكل عدد بقى فيه مفاجأة،
والذين يقودون للبعل لسه موجودين، أيوة، للشمس والقمر والمنازل ولكل أجناد السماء موجودين، وأخرج السارية من بيت الرب، هي كانت موجودة، أيوة موجودة. ما الإصلاح إيه اللي حصل؟ السارية دي كبيرة قوي موجودة بيت ربنا، إيه ده؟ أخرجها خارج أورشليم إلى وادي قدرون وأحرقها في وادي قدرون ودقها إلى سار غبار. يعني بصراحة ما فيش واحد فينا مؤمن يقدر يقول وصلت خلاص أرضيت ربنا في حياتي، لأن كل ما بيقرب لربنا كل ما بيكتشف عنده أمور كتيرة قوي مطلوب منه حرقها، مطلوب منه التخلص منها، ضعفات، مش بس هي خطايا، بس احنا بنسميها ضعفات كده عشان رأفة بالمؤمنين، لكن هي خطايا، خطايا صغيرة ما كانش يعرفها قبل كده. يوشيا، كم مرة انت ملكت 31 سنة؟ كم مرة جبت سفر الشريعة وقريته على الشعب؟ ولا مرة، ما عملهاش خالص الا المرة دي لما قرا الكتاب المقدس. ما عرفهاش ليه؟ مكتوب المفروض يبقى عندك كتاب مقدس في البيت تقرا فيه كل يوم. ما عنديش وما قريتوش، ده لقوه في الهيكل في سنة كام من ملكي لقوه. هكذا احنا كأولاد للرب كل ما نتقدم في الاقتراب الى الله نكتشف ان احنا حالنا اوحش من الاول. ليه؟ لان بنقرب للنور الكبير اللي بيورينا الحقيقة، نقرب تاني النور ينور اكتر، النور ينور اكتر، ونكتشف اننا نحتاج الى ان نجاهد حتى الموت ضد الخطية. وده اللي ذكر في الرسالة العبرانية. حكاية الاكتفاء خلاص احنا كده حلوين قوي، او انا حلو خالص في نفسي كده، او احنا ككنيسة حلوين قوي. ما في مع كلام ده غلط 100 100 100 100 100. بولس عمل كده بالضبط، اقمع جسدي واستعبده الا بعد ما كرست للاخرين اكون نفسي ايه، ده في اخر ايام بعد ما كرز الاخرين، جهاد مستميت حتى نتكمل في المحبه، نتكمل في الاقتراب الى الله. مش هنكون يعني وصلنا، بس هنوصل الى اقرب درجه ممكنه بجهادنا الروحي. وربنا هيكافئنا على جهادنا الروحي بمراكز في السماء، كما أنعم علينا بمعرفته وبنوالنا الخلاص. ولإلهنا كل المجد الأبد، آمين آمين آمين. مجد للرب، مجد للرب. نعم، ما هي دي المفاجأة، أن طلع يوشيا ما عملش حاجة، طلع عليه كتير قوي يعمله، واحنا تصورنا ان هو يعني خلص الشغل. شكرا يا ديار.